السلام عليكم. حلقة اليوم ولا موضوع اليوم هو حاجة خفيفة على كل حال، فقط عبارة عن تنبيه فيما يخص الفيديو تاع يوم أمس البارح. فيما يخص بعض الناس اللي قالوا لي تاريخ الميلاد تاع الأب تاعو ولا الأم ولا حتى تاعو يعني لا يوجد اليوم والشهر، فأنا على حسب معلومات تاعي ممكن لك تكتب فقط يعني 1 جانفي. أما في القانون المدني الجزائري فيطلب منك أنك تكتب 31 ديسمبر. دوك أنا ما نعرفش إلا طبق القانون المدني الجزائري أو طبق يعني وش راهم يديروا قاع الناس وش قالوا اليوتيوبرز، يعني معظم اليوتيوبرز اللي شفتهم يقولوا بلي دير 1 جانفي، فهذه المعلومة ما عليكم إلا التأكد منها. المعلومة الثانية ولا يعني الموضوع الثاني هو شهادة البكالوريا. فالبارح كنت تعبان يعني أصلا وكنت عيان، فأنا نسيت، ولهذا فكروني الناس في التعليقات نسيت فيما يخص موضوع البكالوريا. في واحد كيجيب الباك يعني شهادة البكالوريا تسلم له من طرف الأكاديمية أو الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أو حتى ممكن من يعني من الأكاديمية. فلهذا تبقى عنده يعني الشهادة الأصلية تبقى عنده، ويعمل هو يعمل كابي ويروح يسجل بها في الجامعة. أما الريلفيد نوت كشف الحساب أو كشف النقاط، كشف النقاط فياخذ الاصلي ويسجل به، يعني كشف النقاط هو اللي تقدر تسترجعه بعد 5 سنوات من التخرج من الجامعه، وما تحتاجوش في القرعه الامريكيه كشف النقاط، انا فقط معلومه، تحتاج فقط شهاده البكالوريا الاصليه. وثاني موضوع ثاني فيما يخص دفع المصاريف، كاين بعض الناس يقولوا لي راهم قالوا لي في السفاره، وكان ما نعرفش وقتاش تدفع، لانه الدي اس 260 هذاك الاستماره تدفعها تعمرها اونلاين وتبعثها للمكتب الهجرة. فما عرفتش انا كيفاش يخلصوا، انا حقيقة يعني صراحة والله ما عرفتش. دوك ما عليكم الا التأكد بانفسكم، الناس اللي راهم خلاص نجحوا مبروك عليهم. كيف تأكد؟ تأكد فقط يعني تكلم ارامكس قولهم، ولا تكلم السفارة، ولا روح شد تاكسي، ولا شد كلونديستا، ولا روح برجليك وسقسي، ولا سقسي الناس اللي عندهم خبرة، ولا شوف الصفحات ويعني ولا المواقع، ولا سقسي ناس يعني في اليوتيوب. وكذلك فيما يخص باش ما نساوش الضامن، كما قلت لكم لازم قبل ما تعمر لو دي اس 260 تحتاج يعني المعلومات على الشخص اللي راح تحط يعني اللي راح تلحق لك لا جرين كارد عنده. فلهذا يعني ممكن تجدوا كما قلت لكم طرق باش تلقاو، ولا تدخلوا في واحد المواقع. انا يعني حطيت في واحد الفيديو واحد الموقع ممكن يفيد 100%، يعني موقع ما شاء الله. إذا ما نسيتش إن شاء الله هنحطه في هذا لاشان، في هذا الفيديو. راك تشوفوا تعبان، راني غير نخلط في الهضرة، والله راني تعبان سمحوا لي، راني ندير الماكسيموم باش نفيدكم بالمعلومات. دونك هذا واش كاين، يعني فيديو ماش طويل، ربي يوفقكم إن شاء الله. دونك ما تنسوش الموضوع تاع وين تخلص وشهادة البكالوريا هذيك، وكذلك تاريخ يعني سنة الميلاد تاع الشخص اللي هي يعني فقط العام مثلا 1960 ولا 1980. واش راكم سمحوا لي راني تعبان. هيا تهلاو في روحتكم، بالتوفيق ان شاء الله، وربي يفرحكم ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. هيا مع السلامه.